سقطت نظرية داروين التي تدعي أن الإنسان أصله قرد. هكذا قرر فريق للعلماء يتألف من أكثر من جامعة أمريكية، فقد كشفوا عن أقدم أثر معروف للبشر، وهو هيكل عظمي في إثيوبيا كان أقرب لهيئة الإنسان ويتجول في الأرض قبل 4,400,000 سنة، أطلق عليه اسم أردي، وعرضوه ليبطلوا به النظرية القائلة بأن أصل الإنسان قرد. وبهذا الهيكل تعرف الباحثون على معلومات تتعارض مع تلك التي استقاها العلماء في السبعينات من هيكل لوسي الشهير، فأردي أقدم من لوسي بمليون سنة. إذا سألت أي شخص في الشارع الآن عن تصوره لشكل أجدادنا فسيقول لك ربما يشبهون لوسي، وإذا سألت أحدا قبل هذه الأيام فسيقول لك يشبهون الشمبانزي. إن الهيكل الذي بين أيديكم الآن يثبت علميا أن التصورات السابقة غير صحيحة بتاتا. ويعتقد العلماء أن هذا الكشف هو أوضح دليل عرفوه حتى الآن يثبت أنه لا صلة بين أصول الإنسان وأصول القرود، حيث كان يمشي هذا الهيكل على قدميه كالإنسان وليس كالقرد. بإمكاننا أن نرى، ونظرا لقدم هذا المخلوق، أنه تطور بمواصفات خاصة تشير إلى أنه من شجرة عائلتنا وأنه ليس من شجرة عائلة الشمبانزي. أردي هو أكثر الهياكل العظمية التي عثر عليها اكتمالا بين العينات حتى الآن، وقد عثر عليه عام 94 في صحراء عفر الإثيوبية بموقع ليس بعيدا عن الموقع الذي عثر فيه على الهيكل لوسي عام 1974. ويتوقع أن يمثل هذا الكشف ضربة جديدة لنظرية داروين التي ظلت مثيرة للجدل منذ القرن التاسع عشر.